مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل السلطات المحلية في المكلا استعداداتها للمناسبة، حيث دشن صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت حملة نظافة شاملة هي الأكبر التي تشهدها المدينة منذ وقت طويل، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية وأكثر من 300 عامل يتوزعون على مختلف الساحات والشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة. وهذه الحملة التي اشتركت فيها أو تعاونت عدة جهات هي صندوق النظافة وأيضا مكتب الأشغال وأيضا مكتب الطرق والجسور، وهذا التعاون أثمر هذه الحملة، وإن شاء الله بإذن الله ستستمر هذه الحملة إلى أول أيام العيد هذا البرنامج، وأيضا عندنا برنامج آخر بخطة أخرى أن تكون في أيام العيد. الحملة التي تأتي تحت شعار حضرموت بيتنا فلنحافظ عليها ترتكز على عدد من المحاور، تشمل في مرحلتها الأولى مديرية المكلا وضواحيها، فيما تستهدف المرحلة الثانية بقية مديريات ومدن الساحل. والحملة طبعا في محورين أساسيين، محور النظافة ومحور التحسين في صيانة الإنارة والتشجير، وهي لعدة مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى في مديرية المكلا، ثم بعد ذلك ستليها مراحل أخرى إلى بقية المديريات. المواطنون بدورهم عبروا عن دعمهم لهذه الحملة، خصوصا مع التوسع الكبير لأكوام القمامة ومخلفات البناء في الشوارع. أتت هذه الحملة في وضع كانت المكلا محتاجة لمثل هذه الحملات. وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تشهد المكلا تواصل عمليات التحسين وترميم الشوارع والبنية التحتية التي تعرضت للكثير من الأضرار جراء الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا أو نتيجة للكوارث الطبيعية كالإعصارين تشابالا وميغ اللذين ضربا سواحل المحافظة أواخر العام الماضي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.